اهلا وسهلا بالحضور الكريم، سادتنا، مشايخنا، اخواتنا، اخواننا الكرام، عوائلنا الكريمه، كل عام وانتم بالف الف خير بمناسبه عيد الغدير. برنامجنا اسمه مسابقات مسرح القصخون. برنامجنا مستمر خلال مناسباتنا الدينيه وافراحنا ومسراتنا ان شاء الله، وهذه اولى حلقات برنامجنا، وان شاء الله مستمرين وبوجودكم وبوجود القائمين على هذا المهرجان والمسابقه اللي اسمها مسابقه القصخون. يا اهلا وسهلا بكم. يتفضل يلقي كلمه ترحيبيه الاستاذ ابو زهراء الجبوري الامين العام للمزار، فليتفضل. أفلح من صلى على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أيها الأخوة الكرام، الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، صدق الله العلي العظيم. في البدء نهنئكم بهذه المناسبة الطيبة، ونحن نعيش ذكرى عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغر. ومن جوار الصحابي الجليل سلمان المحمدي عليه السلام، وحذيفة بن اليمان، وعبد الله بن جابر الأنصاري، والطاهر ابن الإمام الباقر، نرفع تهانينا إلى مقام صاحب العصر والزمان، الإمام الموعود، صاحب البيعة وصاحب العهد في هذا اليوم، وإلى مراجعنا العظام، وإلى كل المسلمين في العالم بهذه المناسبة الطيبة. أقول باختصار، لا أريد أن أخذ من وقت الأخوة الأعزاء الأستاذ مازن والأستاذ الفاضل أبو تحسين وجناب الشيخ العتابي، أحد الفلاسفة يقول إن الموت في سبيل الله صعب، لكن الحياة في سبيل الله أصعب. أن تعيش وتبذل كل ما بوسعك من أجل أن يحيا غيرك، من أجل أن توصل ثقافة المودة وثقافة الأخوة وثقافة التعايش. في هذا اليوم نحن نتصافح، فلنتصافح جميعا أيها الإخوة الكرام، فليصافح بعضنا البعض، كل يصافح من هو بجنبه. أنا أصافح جناب الشيخ أخيتك وصافيتك. هذا هو العهد في يوم الغدير، فلنقل جميعا أخيتك وصافيتك. وعاهدتك. شكرا أبو زهراء الجبوري، وهنيئا لمن سار على روح الأخوة والتعاون والصفاء النية. والعراقيين إيد واحدة إن شاء الله، وشعب واحد، والنظيف يبقى نظيف إن شاء الله. فليتفضل مسؤول الوقف السني في مدينة المدائن الشيخ كرم العيثاوي، فليتفضل. اللهم كما جمعتنا في هذا اليوم وفي هذا المكان المبارك الطاهر، فاجمعنا سوية في جنة عرضها السماوات والأرض، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كل حسب اسمه ومنصبه، حياكم الله جميعا، وأحييكم بتحية الإسلام، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا يفتخر بدينه
وبعقيدته وبنسبه. ودعوني في هذا الموقف وفي هذه اللحظات لنخبر عن رجل يتباهى بنسبه ويتباهى بدينه وبعقيدته، ثم لينظر كل واحد منا هل يصل إلى نسبه أو يصل إلى مكانته. هذا الرجل يعرف عن نفسه ويقول: محمد النبي أخي وصهري، محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وسبط أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي. رضي الله عن أسد الله الغالب علي بن أبي طالب. والذي نستذكر عباد الله ونحن في هذا اليوم، والعراقيون جميعا بكافة أطيافهم ومذاهبهم، ننشد دوما الإصلاح وننشد دوما التغيير في بلادنا. يعلمنا الله عز وجل في كتابه بآية ترشدنا: إن أردنا الإصلاح وإن أرادت القرى أن تخرج من بحار الظلمات إلى النور. قال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فنحن قد آمنا بالله جل وعلا، ولكن نحتاج إلى الأمر الثاني، أن نتقي الله. تقوى الله عز وجل، والتقوى خير من عرفها الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، قال: التقوى هي الخوف من الجليل، الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. فإن أردنا التغيير فهذا هو الطريق عباد الله. أهنئكم يومكم هذا، وأهنئكم لحضوركم هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يديم المحبة والإخاء في مدينتنا وعلى مساجدنا وعلى هذا المسجد المبارك، وأن يجعلنا إخوانا متحابين في الله جل وعلا، ويبعد عنا وعن مدينتنا وعن بلادنا كل حاقد وكل من يريد الفرقة فيما بيننا. فأسأله سبحانه من هذا المكان أن يوحد صفنا، وأن يجمع كلمتنا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب آله، وحب صحبه الكرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فلنستمع إلى النشيد الوطني العراقي. الجلال والجمال والسماء والبهاء في نما في نما، والحياة والنجاة والهناء والنجاة في هوى في هوى. هل أرى سالما منعما وغانما مكرما، سالما شكرا جزيلا، شكرا. يا رب دوم السعادة والمسرات وأعياد لكل العراق من شمال الجنوب الشرق الغرب. إن شاء الله يحفظ شبابنا ويحفظ مشايخنا الكرام ويحفظ سادتنا الكرام. يا رب أفراح ومسرات دائمة، حضوركم ديمومة إن شاء الله. علي نشفت قصصها الوادم وبدوك، وراس ما تعود على الخجل
يندل الخلافة وشسع نعلك إلها ما هميت ما همك تصير الرابع الأول من يوم الغدير وبدل استكبار ضدك يشتغل من كل كتر يعمل لهذا البيت الأبيض بالأيام السود ما ينفع وجوده شلون يرهم حل ولذلك دوم أشوفك كل عصر موجود بالفقار تمشي تحارب المحتل السادة الحضور اللجنة التحكيمية الموقرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله الاسم حيدر أحمد هادي الدفاعي من مدينة النهروان رئيس الدولة في المحاكمة وكاسب القضية نصراني بعد عودة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام من إحدى المعارك التي خاضها وظفر جيشه بالنصر تحت قيادته والرجوع بالمغانم للدولة كان دأب علي عليه السلام يوزع المغانم قبل أن يغطيها سواد الليل وكان من جملة المغانم درع فكان المعمول به آنذاك يباع الدرع وتوزع أمواله لمستحقيها فأدخل الدرع لبيت المال وفي صباح اليوم التالي تبين أن الدرع قد سرق وعلم بذلك أمير المؤمنين عليه السلام فخرج في ذلك اليوم كعادته كأنه بدوي في شملته قد شمر إلى أنصاف ساقيه بيده عصا ينادي أيها الناس أوفوا المكاييل والموازين ولا تبخسوا الناس أشياءهم وكان عليه السلام يراقب الأوضاع العامة وبينما هو كذلك لاحظ بعينه الدرع المسروق فذهب للذي عنده الدرع وكان نصرانيا فسأله من أين لك هذا؟ قال قد اشتريته قبل قليل قال له علي بن أبي طالب عليه السلام هذا الدرع لبيت المال وهو أحد غنائم الحرب فقال له النصراني وهو الآن بحوزتي وأنا اشتريته قال له أمير المؤمنين عليه السلام إذن نحتكم للقضاء فأتيا إلى شريح القاضي فدخلا عليه فرحب القاضي شريح بأمير المؤمنين عليه السلام وقال له يا أبا الحسن تفضل بالجلوس فتغير لون الإمام وغضب من كلام القاضي وقال له احكم بيننا وبدأ القاضي يسأل النصراني من أين لك هذا ومتى اشتريته ومن الذي باعك إياه فأجابه النصراني وقال إن أحببتم دللتكم على الرجل الذي باعني إياه واعتبر القاضي شريح هذه بينة التفت القاضي إلى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وقال له ما هي بينته قال بينتي كلامي فقال القاضي عذرا يا أمير المؤمنين لا يعد كلامك بينة ما إن لم تأتي ببينة فالدرع للنصراني فحكم القاضي للنصراني قال النصراني أهكذا الحاكم لديكم يقف أمام القضاء مجردا ويحكم القاضي عليه فقال شريح بلى فإن الإسلام يعتمد العدل والمساواة فقال النصراني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أنك يا علي سر الله ذات يوم من الأيام ذهبت أنا وعائلتي إلى مسجد الكوفة المعظم
وبعد دخولنا لهذا الصرح الحضاري الكبير انزوينا أنا وأبي بعيداً عن العائلة ووقفنا نتأمل ذلك التاريخ الحضاري الكبير لإمام المتقين وسيد الثقلين الذي يحمل في طياته عبق وجمال وروعة ما قدمه هذا الرجل العظيم للتاريخ، ونرى أيضاً القبح والظلم مقابل العطاء الكبير. وأثناء حديث والدي عن مكانة مسجد الكوفة والأحداث التي رفقت الإمام علي عليه السلام، نسيت نفسي وأنا أعيش تلك اللحظات المملوءة بالحب في رحاب سيدي أمير المؤمنين، وبدأت أتذكر الروايات التي قرأتها وتعلمتها عن فضل أمير المؤمنين. وأول ما خطر ببالي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: يا أبا الحسن، لو وضع إيمان الخلائق وأعمالهم في كفة وعملك ليوم واحد في كفة لرجح عملك على جميع أعمال الخلائق. وهنا تذكرت أيضاً قوله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: لو اجتمع الناس على حب علي لما خلق الله النار. فقلت لأبي: أرجوك يا أبتي حدثني عن الإمام علي عليه السلام أكثر، فإني سمعت أن ذكره عبادة وأن الملائكة تحضر في كل مكان يذكر فيه اسم علي. فتبسم والدي وقال: حسناً يا رقيتي، تعالي لنجلس ومن ثم أحدثك. عن ماذا تريدينني أن أحدثك؟ عن أخلاقه أم شجاعته أم إيمانه أم عن أي فضيلة؟ إن علياً عليه السلام لا تسعه المجلدات ولا تحصيه أرقام. سأحدثك يا عزيزتي عن رفقه ومواساته لليتامى. فبدأ أبي بسرد إحدى الروايات حتى أنني سرحت معه ودخلت في أعماقها وشاهدت ذلك الطفل الذي يبكي ولا يهدأ، والذي سأله الإمام عن سبب بكائه. فقال الطفل: إن الأطفال يقولون لي أنت لا أب لك. فقال له الإمام علي عليه السلام: قل لهم إن عليا هو أبي. فلم يهدأ الطفل وقال: إن كنت أنت أبي فأريد حصاناً لأركبه ويسير بي كيفما أشاء. فانحنى الإمام علي عليه السلام وقال: ها أنا صرت لك حصاناً. واستمر الإمام بإركاب الطفل على ظهره والسير به حتى استحوذ التعب على الطفل ونام فوق ظهره. فما أجمل علاقة الإمام علي مع اليتامى، فقد كان الإمام علي أباً للأمة وكان منبعاً للحب والعطف. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي بنت الهدى نزار، عمري 11 سنة، من محافظة بغداد بسماية. طبعاً نبارك لكم جميعاً هذه الأيام العظيمة بقدوم عيد غدير الأغار. قصتي هي غزوة الأحزاب أو الخندق. كان الإسلام فتياً، فاجتمع جيوش الكفر حتى صاروا جيشاً تجاوز 10,000 مقاتل، في حين لم يتجاوز عدد المسلمين 3,000. أعد جيش الكفر خطة تقضي على الإسلام نهائياً ويقضون على النبي وأتباعه إلى الأبد. هنا ظهر سلمان المحمدي عليه السلام بخطة حفر الخندق، فوافق الرسول عليها. حفر المسلمون الخندق ووصل جيش الكفر إلى الأسوار. حوصر المسلمون شهراً كاملاً، أخذ الجو يبرد شيئاً فشيئاً، والزاد والعلف يقل تدريجياً. المسلمون بردت رغبتهم في القتال واستبد اليأس. حاول جيش الكفر عبور الخندق، فعبر
صار عمرو بن عبد ود الذي كان أشجع فرسان العرب، ويعد بألف مقاتل ويسمى بفارسي اليد. صاح بأعلى صوته، صاح بأعلى صوته: هل من مبارز؟ واستهزأ بعقائد المسلمين، فخرج علي بن أبي طالب مستأذنا من الرسول 3 مرات أن يسمح له في القتال، فسمح له النبي، فقال عمرو: أنا عمرو. وقال علي: أنا علي بن أبي طالب. فأعطاه النبي سيفه وألبسه عمامته، وقال النبي: برز الإسلام كله إلى الشرك كله. فانطلق علي نحو عمرو فضربه ضربة أسقطته صريعا على الأرض، وفرح المسلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موفق. الله يبارك فيك. شكرا. الله يبارك. الله يحفظكم. قصتي بعنوان كرم أهل البيت عليهم السلام والضيوف 3. في أحد الأيام مرض الحسن والحسين عليهم السلام، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وآله بمرضهما ذهب لزيارتهما مع أصحابه، فأشار على الإمام علي عليه السلام قائلين: يا أبا الحسن، لو نذرت على ولديك عسى الله أن يشفيهما من مرضهما. فنذر أمير المؤمنين علي وفاطمة وكذلك الحسن والحسين وجاريتهما فضة أن يصوموا 3 أيام إذا شفي الحسن والحسين. وعندما من الله تعالى عليهما بالشفاء صاموا ليوفوا بالنذر، ولم يكن عندهم من طعام للإفطار، فاستقرض علي عليه السلام من شمعون الخيبري 3 أصواع من الشعير، وقامت فاطمة بطحنها وخبزت منه 5 أقراص على عددهم. وبينما هم متهيئين للإفطار إذ طرق الباب سائل فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمد، أنا مسكين من مساكين المسلمين، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة. فقدموا له أقراصهم ولم يذوقوا من الطعام شيئا سوى الماء، وأصبحوا صائمين. وفي اليوم الثاني خبزوا 5 أقراص أخرى، وفي لحظة الإفطار طرق الباب سائل فقال: أنا يتيم من المسلمين، وقال مثل ما قال المسكين من قبل. فأعطوه الأقراص وفطروا على الماء وصاموا اليوم الثالث دون أن يأكلوا شيئا. وفي اليوم الثالث وضعوا أمامهما الأقراص 5، وهي كل ما بقي لديهم من طعام، وإذا بالباب يطرق، وكان هذه المرة أسيرا، وطلب منهم أن يطعموه، فأعطوه الأقراص وناموا ليلتهم أيضا بدون طعام. وعند الصباح ذهب علي مع الحسن والحسين عليهما السلام لزيارة رسول الله في المسجد، فلما رآهم يرتعشون من شدة الجوع قال: ما أشد ما يسوءني ما أراه بكم. فقام وانطلق مع علي لرؤية فاطمة عليها السلام، فوجدها في محرابها وقد نحلت جدا وغارت عيناها من الجوع، وقصوا عليه ما جرى عليهم في الأيام 3. وعند ذلك نزل جبرائيل عليه السلام مبشرا، وبشر نبينا الأكرم بأهل بيته وقال: يا محمد، الله سبحانه وتعالى يقرأك السلام ويقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا
صدق الله العلي العظيم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أحسنت فاطمة، الله يبارك بيك عمة، الله يخليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي مريم ميثم علي، طالبة إعدادية، عمري 16 سنة، أعمل مصورة في هيئة خدام الحجة عجل الله تعالى فرجه، ومصورة في مركز بسماية الثقافي التابع للعتبة الحسينية المقدسة في القسم النسوي. أمفلج ثغرك أم جوهر، ورحيق رضابك أم سكر؟ قد قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. مولاي علي، مولاي علي، مولاي علي، مولاي علي، صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. قصة الإمام علي عليه السلام يهودي. في مكان بعيد في الصحراء كان هناك عائلة فقيرة معدمة الحال، وتعيش في خيمة متهالكة قرب قصر رجل من اليهود. وفي كل مساء كان هذا اليهودي يرمي بفضلات طعامه خارج القصر، وكانت هذه الفضلات هي المصدر الوحيد لمعيشة تلك العائلة الفقيرة. وفي يوم من الأيام اشترى هذا اليهودي 3 كلاب شرسة أجلكم الله لحراسة قصره، ومن وقتها صارت الفضلات تذهب للكلاب بدلاً من أن تحصل عليها العائلة الفقيرة. ولهذا صار أفراد العائلة ينتشرون كل صباح في الصحراء باحثين عن لقمة العيش، لكنهم كانوا يعودون كل مساء إلى خيمتهم دون أن يجدوا شيئاً يؤكل ويقيهم شر الجوع، إلى أن بدأ الضعف والهزال يغزو أجسامهم، فمكثوا في خيمتهم منتظرين رحمة الله وفرجه. وفي يوم من الأيام كان الإمام علي عليه السلام ماراً مع خادمه قنبر بالقرب من خيمة تلك العائلة، وسمع أنيناً مخنوقاً آتياً من الخيمة. أسرع الإمام عليه السلام نحو مصدر الصوت ودخل الخيمة، فوجد العائلة متكومة على بعضها، وقد أخذ الوهن والجوع منها كل ما أخذ. نظر الإمام عليه السلام إلى قنبر سائلاً إياه إن كان في جيبه شيئاً من الطعام أو المال. قال له: يا أمير المؤمنين، أنسيت ماذا فعلت ونحن في الطريق إلى هنا؟ لقد تصدقت بكل ما كان معنا، ولم يبقى لنا سوى كسرة خبز وفرناها لعشائنا. أخذ الإمام عليه السلام كسرة الخبز وقسمها بين أفراد العائلة، لكن هيهات أن تسد هذه الكسرة جوع العائلة. فكر الإمام عليه السلام ماذا يفعل؟ خرج من الخيمة فظهر أمامه قصر اليهودي، هز برأسه وقد قرر أمرا، ثم أمر قنبر بالعودة إلى البيت. دهش قنبر لكنه لا يملك إلى السمع والطاعة، فمشى مبتعدا وعيناه لا تفارق حبيبه الإمام عليه السلام. تقدم أمير المؤمنين عليه السلام من بوابة القصر قاصداً الدخول، فابتعدت الكلاب عن قدمه ثم تراجعت فاتح الطريق له. دخل الإمام عليه السلام على اليهودي فجأة في مجلسه. قال اليهودي: من أنت؟ رد عليه الإمام: أنا أعرابي من هذه الناحية،
وقد قصدت للعمل في بستانك. كان الإمام عليه السلام يتكلم والهيبة متجلية في وجهه وصوته بأسمى معانيها. أنشد اليهودي إليه ثم قال: أنا موافق، اذهب واسق نخلات البستان وأجرك تأخذه يوما بعد يوم. وهكذا راح الإمام يسقي النخلات، وعندما حاول اليهودي إعطاءه الأجر مساء قال له أمير المؤمنين: أعطني بالأجر طعاما وشرابا وأكون لك من الشاكرين. قال اليهودي: مثل ما تشاء، وأعطاه ما أراد. ما إن حصل أمير المؤمنين على أجره حتى أسرع إلى العائلة فوجدها على حالها من الجوع والوهن، وضع الطعام والشراب أمام الأولاد فراحوا يلتهمونه التهاما. وهكذا ظل الإمام علي عليه السلام يعمل في بستان اليهودي ويأخذ أجره طعاما ويطعمه للعائلة المسكينة مدة 3 أيام متتالية. وفي اليوم الرابع أراد اليهودي أن يعرف ماذا يفعل هذا الرجل بالطعام الذي يأخذه كل يوم، فلحق به إلى خيمة العائلة ورآه وهو يضع الطعام أمامهم. كانت دهشة اليهودي كبيرة، وقبل أن يستفيق من دهشته دخل قنبر إلى الخيمة فوجد الإمام علي عليه السلام جالساً بين أفراد العائلة يشاركهم الطعام. قال قنبر: نحن في أشد القلق عليك يا أمير المؤمنين، وأنت جالس هنا سيدي ونور عيني. عندما سمع اليهودي كلام قنبر وعرف أن الرجل الذي أمامه ما هو إلا أمير المؤمنين، ركع يتشهد بين يديه ويقول: الله أكبر الله أكبر، لقد سمعت عنك الكثير، وها أنا أرى فضائلك بعيني. راح اليهودي يتكلم وجسمه يرتجف كورق بمهب عاصفة من التأثر. نعم، هكذا هو أميرنا علي، قمة بالإنسانية والعطاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان القصة:
آخر، فوجد تاجرا آخر وذهب إليه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأجاب التاجر: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلا فسوف تجدان عندي ما تبحثان عنه، فأنا لدي أفضل البضائع في السوق. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: نريد ثوبان، أحدهما أجدد من الآخر. فأجاب التاجر: نعم أيها الرجل الطيب، لك ما طلبت. فهمس التاجر في أذن قنبر وقال: هذا ثوب جديد وسيليق بمقام سيدك، ما رأيك؟ أليس ثوبا جميلا؟ فقال قنبر: نعم إنه ثوب جميل، وأين الثوب الآخر؟ فقال التاجر: هذا هو الثوب الآخر، إنه قليل التكلفة ويصلح لعبدك أيها الرجل الطيب. فقال أمير المؤمنين: هذا الثوب القديم يصلح لي، وسأعطي الثوب الجديد لك يا قنبر. فتحير التاجر وقال بهمس: غريب أمر هذا الرجل، يفضل عبده على نفسه. فقال قنبر: فديتك نفسي يا أمير المؤمنين، إن الثوب الجديد يليق بمقامك، فأنت أمير المؤمنين وتخطب بالناس وتظهر أمامهم في المسجد. فأجاب أمير المؤمنين عليه السلام وقال: يا قنبر، وأنت شاب ولك شرع الشباب، وإني أكره أن أفضل نفسي عليك. ثم قال: والآن اذهب إلى البيت واسترح، فأنا بانتظار مالك ابن مالك الأشتر. وقال قنبر: سمعا وطاعة يا مولاي يا أمير المؤمنين. لما وردت حرة بنت حليمة السعدية على الحجاج بن يوسف الثقفي فمثلت بين يديه، قال لها: أنت حرة بنت حليمة السعدية؟ قالت له: فراسة من غير مؤمن؟ فقال لها: الله جاء بك فقد قيل عنك أنك تفضلين عليا على أبي بكر وعمر وعثمان. فقالت حرة: لقد كذب الذي قال إني أفضله على هؤلاء خاصة. قال الحجاج: وعلى من غير هؤلاء؟ قالت حرة: أفضله على آدم ونوح ولوط وإبراهيم وداود وسليمان وعيسى بن مريم عليهم السلام. فقال لها الحجاج: ويلك، إنك تفضلينه على الصحابة وتزيدين عليهم سبعة من أنبياء أولي العزم من الرسل، إن لم تأتيني ببيان ما قلت ضربت عنقك يا حرة. فقالت حرة: ما أنا مفضلته على هؤلاء الأنبياء، ولكن الله عز وجل فضله في القرآن الكريم، إذ قال في حق آدم: بسم الله الرحمن الرحيم، وعصى آدم ربه فغوى. وقال في حق علي: وكان سعيكم مشكورا. قال: أحسنت يا حرة، فبما تفضلينه على نوح ولوط؟ فقالت: الله عز وجل فضله عليهما بقوله: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين.
طالب مع ملائكة الله في سدرة تحت سدرة المنتهى، زوجته بنت محمد فاطمة الزهراء التي يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها. فقال الحجاج: أحسنت يا حرة، فبما تفضلينه على أبي الأنبياء إبراهيم خليل الله؟ قالت حرة: الله عز وجل فضله بقوله: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. ومولاي أمير المؤمنين علي قال قولا لا يختلف عليه أحد من المسلمين، قال: مولاي علي، لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. وهذه كلمة ما قالها أحد قبله ولا بعده. فقال الحجاج: أحسنت يا حرة، فبما تفضلينه على موسى كليم الله؟ قالت: يقول الله عز وجل: فخرج منها خائفا يترقب. وعلي بن أبي طالب عليه السلام بات على فراش رسول الله لم يخف حتى أنزل الله في حقه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال الحجاج: أحسنت يا حرة، فبما تفضلينه على داود وسليمان؟ قالت: الله تعالى فضلهما بقوله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فقال لها الحجاج: في أي شيء كانت حكومته؟ قالت: في رجلين، رجل كان له كرم عنب، ورجل كان له غنم، فنفشت الغنم بالكرم فرعته فاحتكما إلى داود، فقال: تباع الغنم وينفق ثمنها على الكرم حتى يعود إلى ما كانت عليه. فقال له ولده: لا يا أبه، بل يؤخذ من لبنها وصوفها حتى يعود إلى ما كان عليه. حتى قال الله تعالى فيه: ففهمناها سليمان. وإن مولانا أمير المؤمنين عليا قال: سلوني عما تحت العرش، سلوني عما فوق العرش، سلوني قبل أن تفقدوني. وأنه عليه السلام دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له يوم فتح خيبر: أفضلكم وأعلمكم وأقضاكم علي. قال الحجاج: أحسنت يا حرة، خرجت من جوابك، ولولا ذلك لكان ذلك. ثم أجازها وسرحها سراحا حسنا رحمة الله عليها. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. ثبتنا الله وإياكم على ولاية أمير المؤمنين. أرجو منكم أن تستمعوا بأرواحكم قبل أسماعكم لقصتي هذه. مي بارد مي بارد مي بارد. كعادته يقف علي وسط الزحام في أحد تقاطعات بغداد الرئيسية، لكن ذلك اليوم كان يوماً مختلفاً جداً. لقد تدحرج الزمن إلى الوراء قليلاً عندما أوقف شرطي المرور ركب السيارات القادمة مشيراً إلى الجانب الآخر بالتحرك. جاءت لحظة الكفاح، انطلق علي مسرعاً بحمله الثقيل
عسى أن يعود إلى المكان الذي كان يستظل فيه تحت السقف الحديدي لمحل بيع ألعاب الأطفال على يمين ذلك التقاطع. عسى أن يعود بعد صفارة المرور الأخرى وقد باع نصف حمولته من الماء لتكون ساعة انتظاره المشمسة تلك ساعة مربحة جدا. الكلام لعلي أثناء تجوالي بين السيارات وأنا أرى من خلف الزجاج كيف يتنعم الناس بالبرودة، البرودة التي لم أشعر بها إلا حينما كنت أحتمي من قساوتها عند الشتاء. وقع بصري حينذاك على سيارة في الصف الثاني من الانتظار. كان في السيارة عائلة من أب وأم وطفلين. كانت أجواء السعادة واضحة المعالم عليهم، فاقتربت متظاهراً بعرض بضاعتي على تلك العائلة لأعرف سبب هذا الفرح. ما إن شاهدني ذلك الأب المتواضع قادماً حتى أنزل زجاج سيارته مستقبلاً إياي. أهلاً بابا، شلونك؟ خو مو تعبان؟ نعم، لقد قال بابا، أهي حقاً بابا؟ تلك المفردة التي تطرب لها روحي لتعانق عنان السماء، أو لتعانق عنان السماء لتخرج كطير فك من قيده. بعد أن اشترى مني ذلك الأب المتواضع عبوتين من الماء دفع ضعف سعرهما، أهداني جزءاً من الحلويات التي كانت معدة للتوزيع آنذاك. نعم، إنها الفرصة المناسبة لأقتل فضولي، بادرت بالسؤال مسرعاً: عمو هاي بمناسبة شنو؟ فرفع ذلك الأب الحاني يده على رأسي وقال: إنه عيد الله الأكبر، عيد الغدير. كل شيء توقف حينها. نعم سادتي، كل شيء توقف حينها. عادت بي الذاكرة سريعاً إلى ما قبل 4 سنوات، حيث الالتحاق الأخير لأبي الشهيد. إنها المناسبة العالقة في مخيلتي تأبى أن ترحل. إنها نفس المناسبة، نعم، ذكرتني في آخر أسبوع من حياتنا الجميلة تلك. كان أبي قد جهز غرفة الاستقبال بالزينة المناسبة البسيطة كما أوصى أمي بتجهيز حلويات العيد، تلك الحلويات التي ما اعتدنا عليها إلا في الأعياد، عيد الفطر وعيد الأضحى. في اليوم التالي بدأت المراسيم البسيطة في بيتنا، وامتلأ ذلك البيت البسيط بذلك الفرح الأخاذ. وأحضر أبي لي ولأخي الصغير محمد هديتين لم تكن الدنيا لتسعنا وقتها، وشرح لنا كيف توج الله أميرنا البطل علي بن أبي طالب برداء الإمامة والخلافة الإلهية. جرعة السعادة تلك كانت لتكفي لأشهر طوال، ولكن ظهيرة ذلك اليوم عاد أبي، ولكنه كيف عاد؟ عاد أشلاء متناثرة
قد جمعها إخوته المجاهدون. عاد أشلاءً بعد أن أوقف ثلاثة انتحاريين كانوا يرومون الهجوم على القوات المحررة لقلعة الصمود والإباء، قلعة عشق علي آمر لي، حين استمكن من قتل ثلاثة منهم وفجر الرابع نفسه ليتقطع عاشق علي إلى أشلاء ليرسم لوحة التحرير في سماء آمر لي. عاد أبي، ولكن كيف عاد هذه المرة؟ كان سهماً قاتلاً لكل تلك السعادة. بينما تدور هذه الصور بسرعة وتعيد ذلك الوجع الذي لم يبرد، يفاجئني صوت منبه صفارة المرور مؤذناً لركب السيارات بالتحرك، وتاركاً حملي الثقيل على ظهري. عدت مرة أخرى لكي أستظل من حرارة الشمس التي ما عادت تحرقني، ولكنها عادة اعتدتها لأعود بعد أن يكرر القدر دورته، لأعيد تدوير لساني من جديد. مي بارد، مي بارد، مي بارد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفيتكم على وداد الأمير، صفحتكم وصفحت الضمير. منظر منظر يتمنى تنظري مع المصير. نرفع إيدينا بايع ولينا، ما نرضى غيره، نتبع مسيرة، نقبل غديرة ونوفل نبينا. عهدنا نبينا واللي يقول اتبعت وصية من تخلف وانتخلف، بالنص التزمنا والقرائن والأدلة، بس حيدر يوصف الهادي بالإيمان كله. نحن اتبعنا أحسن القول اتباعا، لم نرضى غير المرتضى فينا مطاعا. مولانا ما نرضى غيره، رشيتكم في الله يوم الغدير. شكرا 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 جزيلا. صفحتكم وصفحوا من الضمير، عهدتكم تمضي معا للمصير. راعي الشفاعة حجة وداعا، وصانا كلنا حيدر املنا واحنا امتثلنا. اياديكم وافراح ومسرات دائمة يا رب، كل سنة وكل عام نحتفل بعيد الغدير الأغر وتجديد الولاية والثبات على الولاية إن شاء الله، وبوجودكم وبوجود هكذا وجوه نيرة يا رب إن شاء الله. وصلنا إلى نهاية القصخون، وبنت الهدى تنتظر، وسارة تنتظر، وسجاد اللي إجانا مسكها أو خامها مسك. أنا أخاف أقط باللغة العربية من شيخ شهيد. هذا ما قبل الختام كان سجاد، إن شاء الله منورين إن شاء الله يا رب. نبدأ بجائزة في المركز الثالث، حاز أو حازت عليها أو حاز عليها، بعد الاستعراض باللغة العربية اللي ما منتبه عليها شيخ شهيد، عبالي يوقعني بوحدة باثنين بثلاثة، ما يدري أنا ما أخذ بالإملاء عشرة من عشرة. بالإملاء هو الإملانة بالكتابة. فاز بالجائزة أو فازت بالجائزة الثالثة أو فاز بالجائزة الثالثة، سجاد عبد الكريم صفقولة. سلم على عمامك. ما بين الأول والثاني، يلا نقول الأول. الأول الأول من يقول؟ أستاذ محمود يريد يقول الأول. راح نقول الثاني لو نقول الأول. نقول الثاني لو الأول. الثاني شو تقول؟ إن الثاني لو الأولى. الأول إحنا عجوا ها؟ يعني أنت
احد دق لك قالوا لي حبيبي دع بال واقف شيء انا قلبي هنا انا واقف لنا او اي مكان هنا واقف لنا. الجائزه الثانيه راح اقولها واقول الاولى راسا. الجائزه الثانيه حازت عليها بنتنا بنت اخونا وبنت اختنا بنت الهدى نزار. انت شو تريدين الجائزه الاولى مثلا؟ تتوقعين الجائزه الاولى؟ يعني طبعا تتوقعين الجائزه الاولى. فازت بالجائزه الاولى وحضرونا يا امير. فازت بالجائزه الاولى. الجائزه الثالثه سجاد، الجائزه الثانيه بني، الجائزه الاولى ساره ستار حسين وشعل الامير. يلا امير اعطينا. اريدك تشعل لها. شكرا 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 شكرا. صفقه 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 يا حبيبي صفقه. امير اجى يومك يلا منتظريك يا امير. شكرا لحضوركم، شكرا للجنة الموقت الشيخ شهيد والاستاذ محمود والاستاذ مازن محمد مصطفى والقائمين على هذا المهرجان. برنامج صخون شو اسمه برنامجنا امير؟ تجي لو ما تجي شعل لها لو ما شعل لها. صفقونا بمكان امير. نشوفكم بخير وان شاء الله ما قصرنا وياكم، وان شاء الله في حلقات قادمه ان شاء الله من برنامج مسرح الصخون. شكرا. قبل السعاده ويد الشريفه يعرفها ضيفه وتعرف رغيفه ايد اليتامى. حيدر معجزاته من قبل يوم الولاده بالركن اليماني توثقت اول شهاده. لتباهى بغديره ومجرد ذكرى عاده طه يقول ذكر ابني ابي طالب عباده. يبقى علي وحده الدره المصفى نادي عليا كم بقلع اللاد المصفى. واللي يمضي حيدر يجيره يجيره. صفيتكم في الله يوم الغدير، صفيتكم على وداد الامير، صفحتكم والصفح ملء الضمير، عاهدتكم نمضي معا للمصير. راعي المعاجز ثبت ركائز دين الله بيده لاجل العقيده اصبح نشيده. هل من مبارز من ليلة مبيته ذا عصيته بياني الامصار. حيدر عينه تغفى وما تهم ذيك الاشفار. قسم راس مرحب جف قسيم الجنة والنار. يوم يقول طه اعطي الناية كبار. كليتي في نظراته وجود تحزين